برشا مكونات من المجتمع التونسي تدعو لتعميم اللغة الإنجليزية والاستغناء نهائيا عن اللغة الفرنسية وذلك في إطار إصلاح التعليم، شنو رأيك؟ هنا رأيي كان يستغنوا على الإنجليزية والفرنسية وتولي اللغة العربية الأولى اللي هي جابها القرآن، وقال ربي راهو باش تمشي وباش تولي هي اللغة العربية الأولانية، باش يتنحوا هذوما اللغات. الاستغناء على اللغة الفرنسية نهائيا خلط خطأ فادح. تعميم اللغة الإنجليزية مشروع جبار، علاش؟ على خاطر توا مثلا نشوفوا في العالم لي زونغلوفون في العالم الكل. انت توا مثلا كمواطن تونسي تمشي لألمانيا، تمشي لكندا، تمشي لأستراليا، تمشي للهند، تمشي للصين، اذا كان ما تكونش ان انغلوفون ما تلقاش روحك. اذا اللغة الفرنسية ستين لونغ نوبل، هذا ما يمنعش أن يلزمنا نكونوا دي زونغلوفون باش نجمو نقدمو لا تكنولوجي دو بوانت هي باللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية هي لغة طيبة باهية ورثناها على الاستعمار الفرنسي على راسي وعيني، ستين لونغ نوبل. مي اللغة الإنجليزية هي اللغة الأولى في العالم، نحن يلزمنا نتبعوها، وإذا كان ما نكونوش دي زونغلوفون نقعدوا ديما اون اريير. يلزم تنحي اللغة الفرنسية من التعليم التونسي، أو تعريب اللغة التعليم نتاعنا تعريبه، واللغة الثانية يلزم تكون اللغة الإنجليزية خاطر هي لغة عالمية، وفك علينا من السيطرة الفرنسية، خاصة الفرنكفونية، جماعة الفرنكفونيين لهنا اللي ديما مسيطرين على المجالات الكل، وحتى كي الوزير تاع التعليم ناجي جلول حب ينحي اللغة الفرنسية خرجونا كالجماعة من الفرنسيين اللي ياخذوا في فلوس والتمويلات من عند سفارة فرنسا، قالوا لنا كيفاش نوا قالوا لنا راهو الفرنسية هي تكون اللغة المسيطرة في العالم، بالرغم هي لا مسيطرة، يحكوا بها جماعة الفرنكفونيين ولا جماعة الفرنسيس فقط، وكيش تخرج للعالم الكل تلقى كان الانجليز ولا الانجلي امريكان، معناتها اللغة الرسمية في العالم الكل ولغة السوق والمال والأعمال هي اللغة الإنجليزية مش اللغة الفرنسية، معناتها اللي تسيطر على البورسات العالمية، حتى الصين عندك الصين عندك أما يتكلموا صينية ولا الإنجليزية، تي في روسيا أكثرش من روسيا تتكلم أما اللغة الروسية ولا الصين ولا لا اسمها الإنجلي، معناتها المجالات في اللغة الإنجليزية لازم تكون هي الأولى في تونس. مش اللغة الفرنسية اللي هي لغة الاستعمار واللي ما خلتناش احنا نكونوا متطورين، نحكيو كان فرنسية، حتى البروجيات بتاعنا كلها تلقاها بالفرنسية، فما عباد يقول لك ليه ترجموني بالانجليزية. هي أقوى حاجة يعملوها، وأنا نوافق يعني، ريت كان جيت مثل كيما نقولوا احنا من رجل أنجح رجل أعمال في تونس، ندفع فلوسي كلها باش تتنحى، أما كانت تتنحى فرنسا غدوة ترجع لتونس، خاطر هي ديجا مازلت مستعمرتنا أما على الوراق، ماهيش يعني في بلادنا. وهذه أول حاجة يعني يمكن ربي سهل نولي رئيس دولة نعملها، أما مش بسولي رئيس دولة حاجة صعبة برشا في تونس، أما لازمها تتنحى اللغة. الإنجليزية يمكن نقول لك أي أكثر لغة ناجحة، خاطر توا تدخل حتى في فيسبوك بيني وبين أصحابي نبدو نحكوا معنا ما فماش فرنسي قليل مرة يعني، وأنت تحكي فرنسي فهمت، وهذه يدل على الاستعمار فهمت، الاستعمار الداخلي الخارجي مش الداخلي، هاكو من فرنسا يحكم فيك في تونس، وهذيك هي ما فهمت. بالنسبة للاستغناء عن اللغة الفرنسية ما نستغنوش عليها أول حاجة، هذيك من أول ما حلينا عينينا يعني باللغة الفرنسوية، وما معناتها باللغة بالنسبة للغة الإنجليزية باهي نتعلموا لغة أخرى، يعني ما فماش حتى إشكالية ولا ما فماش حتى مانع يعني باش واحد يتعلم اللغة الإنجليزية، الإنجليزية باهي قد واحد ما يتعلم أحسن، قال لك اطلب كيفاش نقولوا احنا اطلب العلم ولو في الصين، ما فماش يعني ما فماش حتى مانع يمنع مثلا باش تعلموا اللغه الانجليزيه باهي. حاجه باهي ومش باهي في الوقت. تعميم ونستغنوا على اللغه الفرنسيه معناتها باش تولي الانجليزيه قبل الفرنسيه. هي الانجليزيه تو في سوق الشغل مطلوبه اكثر من اللغه الفرنسيه حاجه اكيد. اما ما نجموش نستغنوا على اللغه الفرنسيه خاطر الاجيال اللي باش تطلع تولي ما اشكاليه خاطر احنا اقرب حاجه لنا اللغه الفرنسيه. متربين عبر أجيال بعد اللغة العربية هي اللغة الفرنسية. برشا يعتبروا أنه عدم الاستغناء عن اللغة الفرنسية في المدارس التونسية هو استعمارا فرنسيا، شنو رأيك؟ لا هي الاستعمار حاجة أكيدة،
هذاك استعمار باللغه الفرنسيه وما بدلوش حتى اللغه الايطاليه. فرنسا ديما مستعمرتنا معنا وين ماشيين، اللغه تتبدل اما الاستعمار ديما فرنسا مستعمرتنا. هذه حاجه اكيد مع الثروه نتاعنا كل ماشيه لفرنسا، معناتها استعمار معنا حتى حل. فهمت؟ انا نحب اللغه الانجليزيه، نحب اللغه الانجليزيه بصراحه، معناها نحبها برشا فهمتني. وهذيك ولات حاجه طبيعيه، ولات يعني ماهيش حاجه فهمت توا خرجت جديده ولا ما نعرفش انا. يعني انت مع تعميمها في المدارس والاستغناء نهائيا عن اللغه الفرنسيه؟ الفرنسيه زاده ما نجموش نستغنيو عليها، لمنا ما نجمتش الفرنسيه لا واللغه الانجليزيه زاده كيف نحبوها فهمتني. علاش زوز يلزم؟ علاش باش نستغنيو على اللغه الفرنسويه؟ بغض النظر عن كون اللغة الإنجليزية هي مفتاح التكنولوجيا، برشا يعتبروا أيضا أنها مفتاح المستقبل للمتمكنين منها ودارسيها. شنو وراء؟ أي أكيد أكيد أكيد. يعني كيفاش نجم تفتح الأفاق؟ ما نعرفش أنا، يلزم اللغة الإنجليزية خطر هي الكل، باش في أي بلاصة في أي بلاد يعني لازم اللغة الإنجليزية لازم منها فهمت. واللغة الفرنسوية يعني ولات كان لغة عربية يعني حاجة عادية، معناها ما نستغنيوش عليهم الزوز. مش مفتاح المستقبل، مفتاح التكنولوجيا. لا تكنولوجي دو بوانت هي باللغة الإنجليزية. تو مثلا تحل تشوف بروسبكتوس نتاع أي أباراي نتاع أي حاجة تلقاها بالإنجليزية. واللغة الفرنسية تلقاها بها البروسبكتوس لكن تلقاها في الأخر. إذن ماذا بينا نمشيو إذا كان فما إصلاح تعليم فعلي يلزمنا نكونوا دي زونغلوفون. هاو الخليج بصفة عامة كله يتكلم باللغة الإنجليزية، متعلمين باللغة الإنجليزية، واللغة الإنجليزية عالميا مطلوبة، حتى في أمريكا مطلوبة. باهي كي نتعلموا اللغة الإنجليزية، باهي خطوة إيجابية باهية. تعلم اللغة الإنجليزية وتعميم في المدارس التونسية شنو إيجابيات؟ إيجابياته يعني حتى أولادنا لما يسافروا مثلا لأي دولة يلقوا رواحهم، ما يقولوش حتى إشكالية، ما يقولوش صعوبات، ما يلقوش يعني يلقوا رواحهم متهيئين، يعني يفهموا اللغة الإنجليزية باهي. أحسن واحد لما يسافر دولة أجنبية يلقى روحه بالنسبة للغة، يلقى كما الفرنسية. الفرنسية زادة ساعة ساعة كي تمشي لأمريكا يعني ما تلقاهاش اللغة الفرنسوية، تلقى اللغة الإنجليزية. تمشي مثلا لندن تلقى اللغه الانجليزيه، يعني باهي كي نتعلموا اللغه الانجليزيه باهي. اي هو يعني كي تبدا قاري لونجلي وياحت نجم تطلع به لبرا ويا، اما علاش؟ علاش من بلادنا ما تبدلش؟ نقعدوا في بلادنا نتعلموا العربيه وبلادنا تتصلح، علاش هما يحبوا يمشوا لبرا وياحت؟ علاش ما يشوفوا الناس خدم في تونس وياحت يتحسن وضعنا؟ لغة الاقتصاد السوق البورصات العالمية هي اللغة الإنجليزية مش اللغة الفرنسية. كيش تتعامل مع مجالات العالم الكل لازم تكون عندك لونجلي. ديجا الشباب التونسي مثلا التوالي عمره من 10 سنين لل 20 سنة تلقاه ما يحكيش بالفرنسي ويحكي باللونجلي، عليه خاطر هي اللغة الرسمية في العالم الكل مش اللغة الفرنسية. ديجا هي الأقلية الوحيدة اللي قاعدة تحكي بالفرنسية في تونس هي اللي كانت متخرجة من المدارس الفرنسية، معناتها شنو بالنظام القديم الرجيم تاع بورقيبة ولا الرجيم تاع القديم كيف بابا وجدي كان يقراو كان في لابريس والواحد. أما الجيل تو على الفيسبوك على التيك توك كلها يحكيوا أونجلي ويتابعوا في الثقافة الإنجليزية فقط، حتى الأغاني نتاعهم يسمعوا فيها الأغاني الإنجليزية ما يسمعوش الأغاني الفرنسية. قليل كان الأغنية تبدأ مشهورة في اللغة الفرنسية. شنو علاقة إصلاح التعليم التونسي بتعميم اللغة الإنجليزية؟ تعميم اللغة الإنجليزية هي تكون اللغة الثانية تاع تونس في كل المجالات، حتى في المجالات الإدارية يلزم تكون اللغة الرسمية تاع اللغة الثانية كيف الفرنسية كيف الشوارع بتاعنا يلزم تترجم الكل باللغة الإنجليزية. كيفاش هذا ينجم يصلح من التعليم التونسي اللي يشكو؟ هاني قلت لك المجالات الاقتصادية الكل البروجيات الكل باللغه الانجليزيه. يقول لك راهو مثلا انت ايش تعمل مثلا تدخل البورصه الامريكيه البورصه العالميه مثلا تلقاها كلها بالانجلي، تلقى قليل تلقى الترجمه بالفرنسي كل شيء. مثلا انت البروجيات مثلا جماعه اللي متخرجين
كلها في الليسانس والماستير بتاعهم تلقاهم كلها عاملين بالفرنسي، وهي المجال اللي يميز من العباد تقراها مثلا في العالم الكل، في حتى في اندونيسيا، الصين، قلت لك روسيا، الصين الساعده توا شرق الكل، مجالات كلها باللونجلي. يلزمك البروجي بتاعك ولا الماستير بتاعك يكون الانجليزي مش بالفرنسي.